ولكن لو قال قائل: ماذا تقولون في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة وعند الحاكم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أنسيت ساعة الجمعة كما أنسيت ليلة القدر، يعني هي موجودة لكن لا يعرف علامتها وكان يعرفها من قبل. فهذا الحديث على كل حال صححه الحاكم والذهبي، ومدار الخلاف فيه على فليح بن سليمان من حيث حفظه، وبالتالي ماذا قال ابن حجر رحمه الله؟ قال: هذا الحديث يدفع ويضعف كل حديث مرفوع يقول إنها في ساعة معينة محددة. إذن لماذا أخفيت على هذه الأقوال؟ لكي يجتهد المسلم في تحديدها.